السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على عماد متعب. متعب هذا النجم المنتخب المصري، شكون ما يعرفش يعني، وين في الجيل الذهبي للمنتخب المصري، وين تكلم على الوداد، يعني وين لاعبو الوداد سيعرفون التعامل مع المباراة الإياب في جنوب إفريقيا، شريطة عدم المبالغة في الدفاع والجهات اليسرى، يعني تبقى يعني خطر على الدفاع تاع المنتخب المغربي، الجهة اليسرى، الجهة اليسرى واليمنى. المهم راكم شاهدتوا المباراة، يعني شاهدنا كاع، شاهدنا المباراة مليح. يعني بعد ما سجل الوداد يعني وتراجع، وين سجلوا عليه وضغط ساندوز، يعني وين ضغط ضغط يعني كبير وعد النتيجة. بعد ذلك وين المغرب الوداد فتح اللعب يعني واللعب يعني بكل قوة، تحصل على هدف يعني هدف عالمي. ريبريز لقاها اللعاب يعني كيما دخل منها مركب من يعني، وكانت تمريرة من عند دراوي، يعني كانت مباراة كبيرة. وإن أكد المهاجم السابق لنادي الأهلي المصري عماد متعب أن الجبهة اليمنى للفريق الوداد الرياضي هي التي صنعت الفرق أمام ساندوز جنوب إفريقيا بسبب ضعف الجهة اليسرى لهذا الأخير في ذهاب نهائي المسابقة الدور الإفريقي، والتي انتهت بفوز يعني الوداد بهدفين لواحد. هي صح وما عندهم في الهجوم تاعهم، عندهم لا دروات ولا غوش يعني، وعندهم يعني نقص يعني سورتو في الجهة تاع، شاهدنا الهدف الأول اللي تسجل، يعني وين نقولوا باللي ذاك الديفونسير يعني حس وين تلقى صعوبات يعني امام مهاجمين الوداد، وشاهدنا التركيز مام اللاعبين تاع الوداد وين يعني كان التركيز تاعهم على الجهه اليسرى، يعني وكل الخطر يعني تاع الهجوم الهجمات تاع الوداد جات على الجهه اليسرى. ان شاء الله بربي كيما المدرب عادل رمزي راح يعني يشوف المباراه، غادي يشوف المباراه، يقرا المباراه من يعني المباراه الجايه ان شاء الله بربي، وين غادي تكون يعني دراسة، ويعني ما ندخلوش لازم ما ندخلوش نلعبو ديريكت في لا ديفونس. خاطش نقولها ونعاود، ساندوز برا تلعب بيان، الوداد في بلادها ما تدورش مليح، الوداد برا تلعب بيان، تلعب مليح، يعني العكس، العكس مع اللي دارو حاكم صار، حاكم يعني ما كانش يلعب معاه عادية. يعني وين نقولوا باللي وين قال عماد متعب في تصريحات صعبة الجهة اليمنى للفريق الأحمر واليسرى للفريق جنوب الإفريقي، صح صح، وهي التي كانت نشطة خلال المواجهة، حيث عرفت أكثر محاولات للوداد إضافة إلى أول هدف الأهداف الأولى الذي سجله المنتصر، يعني كان من نفس الجهة. وأضاف الفريق الأحمر سجل هدف ثاني عبر أنس يعني من نفس الجهة، الوداد استغل نقطة ضعف الفريق جنوب إفريقيا في حين فشل يعني في يعني مكان في تصحيحها. وأكمل وين المدرب، وأكمل لاعبو الوداد سيعرفون التعامل مع المباراة الإياب في جنوب إفريقيا، شريطة عدم المبالغة في الدفاع، كما يقول لك الوداد الى بريمير ميتو ان شاء الله بربي يخرج رابح 1-0، دوزيام ميتو معليش يلعب المرتدات، مرتدات بصح يكون رابح 1-0، مش كيما هكا، كيما صعيبة ما تعطيش لوكازيون، اش لوكازيون غادي يعميك. انا نقول لك والله لا فدقونا صورتو الديفو، صورتو لي زاتاكون تاعهم، ويلعبو الكرات الطويلة ويلعبو على الدروات ولا غوش، أنا نقولكم على الدروات ولا غوش، يعني ويلعبو يعني في ظهر، يعني عندهم تمريرات يعني مليمترية في ظهر المدافعين، شاهدنا زعما خطرة،
يعني الحذر ثم الحذر. وأكمل لاعبو الوداد سيعرفون التعامل مع مباراة الإياب في جنوب إفريقيا شريطة عدم المبالغة في الدفاع، ويحل الوداد الرياضي ضيف على سان داونز يعني يوم الأحد القادم على أرضية الملعب يعني في جنوب إفريقيا انطلاق من الساعة 2 ظهرا، الربعة مع الربعة لهنا توانا. شو كيفاش ماشي سهلة. صعيبة صعيبة هي. يا الله غالب على بالك هاسي يشوفو يقول لك بلي واه يقول لك صعيبه منا هي كرة القدم. هي شوف كرة القدم هذه يعني كل شيء عند المدربين. كرة القدم سيرة، كرة القدم كرة القدم تاكتيك دو جو، ناس يتقرا يعني كلش تاكتيك، خطة تاعك، لاعبين كيفاش تحضرهم، لاعبين يدخلوا يكونوا دايرين فكرة على المنافس. الى اللعابه دخلوا مادي حتى فكرة على المنافس غادي تكودا مغرمه كاش هالية. يقول لك اللعاب يعني خطه واه لعب 4-4-2 بصح كيفاش 4-4-2 الشيخ 4-4-2 المنافس كي غادي يلعب، كي يلعب المنافس قول لي المنافس كي يلعب لازم تكون عندنا فكره عليه. هذه هي تكون عندك فكره على المنافس كيفاش يعني التحركات تاعو عندما يكون في الدفاع كيف ينطلق الجهه اللي يتكل عليها بزاف يعني عنده جهات اللي يتكل عليها. التمريره كيفاش تكون حتى في الصونت، بسم الله في الصونت كاين اللي في الصونت عليه يسجل لك يعني يسجل لك في اول انطلاقه يعني تمريره طويله ينطلق تمريره طويله ريتريبود كاين بزاف كيما هكا. خاطش على الدفاع ما يكونش مركز هادي فايك تقراها كاين بزاف صوالح ماشي غير هاك نلعب وصعيب حاسبين هانتوما لان تاي داخل على السطاد ولا اودي صعيبة صعيبة. هاذي شوبير عمورة ما هدرت عليه، والله لا هدرت عليه، هدرت عليه وقلت أنا ربي يحفظه عشا الناس الفيسبوك عمورة 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 عشا مزية مزية إن شاء الله بربي مكان والو إن شاء الله، إن شاء الله مكان والو يا ربي، يا خويا إن شاء الله مكان والو، ما يكونش. ما تكونش دعوة صعيبة هذا مكان لي عمورة 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 ولي أنا الشيطان يا سهلة ولا نسيتوه أقولكم وقت ها بن سبعيني ها بن سبعيني في القائمة ها بن سبعيني عشان يشوف فيها من البنك يا ودي الناس الناس ساكتة الناس تلعبوا ساكتة صاحبي الناس تلعبوا ساكتة غير نتوما عمورة عمورة ماركة ماركة صحيح ماركة فيديو شباب عليه شاهد عمورة شاهد شكون اللي يهدر على عمورة اسمع بوذنيك شوف بعينيك شوف توب بارتي كان مازال ما كملتش كان اللي داير عليه ستة تاع لي فيديو يا ودي خليه مسكين ماركة بونت كوتيز وساعدنا ربي يحفظه وربي يشافيه تاع كتفو هذا كتفو طيرتوه له هولي تهضروا عليها ودعمي انا كي نشوفكم مكسرين نخاف على الجواره والله العظيم بزاف وينكم رايحين يا صاحبي وين هذه هي
بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.